مختلف الخبرات. انتقادات عدة وجهها نواب البرلمان لمشروع قانون الجمارك الذي تمت مناقشته اليوم، لا سيما وأن هذا المشروع لا يتماشى والتحديات المفروضة على الاقتصاد الوطني. كنا نتمنى في إطار هذه التغيرات الجذرية أن يكون قانون أصلا جديد حتى نتعامل مع هذه المتغيرات، لكن في نهاية الأمر في بعض الأحيان بعض المقترحات الموجودة التي أعتقد أنها إيجابية وقد تسهل العملية خاصة من ناحية عصرة هذه الإدارة، لكن رغم ذلك تبقى دائما العنصر الأساسي في العملية هو العنصر البشري. لازم نفتحوا نقاش حول عدم جدية مواصلة تطبيق عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر نزيف للعملة الصعبة في بلادنا، مثلما يجب أن نحبسوا بهذه المهزلة ما يسمى بمنطقة التبادل الحر العربية المزعومة، لأن في آخر المطاف هي منتوجات أسيوية تعبر على المناطق على الدول العربية. أعتقد أن التحليل الاقتصادي في المشروع مهم جداً، ولكن أنا أرى بأن القيمة الاقتصادية وحدها غير كافية إذا لم تكن مقترنة بأخلاقية المهنة كما أشارت إليها المادة 10 في مشروع الحكومة، وعليه فإن أخلاقية المهنة ومبدأ التحفظ واحترام الحرية الفردية للمسافرين شيء ضروري يجب التقيد به. ويأتي تسجيل هذه الانتقادات عقب عرض التقرير التمهيدي للجنة المالية بالبرلمان التي أقرت تعديل 45 مادة من مشروع هذا القانون مع إدراج 6 مواد جديدة.